هاي بروم صار جمال أهلا بكم. هذا الفيديو مارجان لويس هي مطورة في قناة. مارجان لويس هي أرتازية أمريكية ونجمة إنستغرام ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. قد اشتهرت الجميلة بمظهر المذهل وابتسامتها اللطيفة وأسلوبها وشخصيتها الرائعة. زاد من شعبيتها بصورها ومقاطع الفيديو جدا. مارجان وترعرعت في لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة. لم تكشف مارجان لويس عن تاريخ ميلادها بالضبط حتى الآن. بدأت في عرض الأزياء في سن مبكرة واكتسبت شعبية كبيرة على انستغرام بسبب صورها ومقاطع الفيديو الرائعة التي ينمو وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي بوتيرة مذهلة. حتى الآن جمعت أكثر من 215,000 متابع على صفحتها على انستغرام. المتابعين الهائل يمكنني أعزى إلى حد كبير إلى برعاتها وبدائها اجتذبت انتباه العديد من العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. ثروة مارجان لويس صافية اعتبارا من الآن في عام 2021 بأكثر من 500,000 دولار أمريكي. ومصدر أرباحها هي الموضة والترويج للعلامات التجارية الكبرى. والجميلة في الطول يحوي 72 سنتيمتر. تزن 95 كيلوغرام. نسبة 110 سنتيمترات. مقياس الخصر 85 سنتيمتر. أما مقياس الورق 120 سنتيمتر. شعر بني غامق ولون العيون بني غامق. الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم وشكرا.